هذا المستودع فيه 19 قبو مملوء بالمواد الفلاحية السامة منتهية الصلاحية، متفاعلتها منها ممثلة في السرطان، منها ولدي توفوا بالسرطان، كذلك مجموعة من الناس الجوارين هنا توفوا بالسرطان، وقالوا لنا بلي 75 متر من بعيد على السكن. نشط السلطات باش يشوفوا لنا هذا المخزن اللي راه فيه مواد كيماويه منذ سنه 1996، وراه تجرأت على هذا التراكم لهذا المواد الكيماويه العديد من الاصابات بالسرطان والوفيات، ورايحه وصلت حتى 60%، وحنا رانا نجدوا السلطات باش ما يتفاقمش الامر وما يفوتش الامر فيما يخص هذا المشكل الادويه الفلاحيه المنتهيه الصلاحيه المخزنه على مستوى كاف هنا على مستوى بلاد الطهريه. هذا المشكل راه مطروح منذ سنه 1996. نخصوا شركه او اونتربريز مختصه في هذا المجال. جات حقيقه جات هذه الشركه هنايا وعاينت هذا المشكل، وصراحه هذا الغلاف المالي قدر بزمار 800. والبلدي ما عندهاش. اين هو مدير الفلاحه؟ اين هو مدير البيئه؟ اين هي لجنه الصحه على مستوى المجلس الشعبي الولائي؟ اين هي لجنه البيئه على مستوى المجلس الشعبي الولائي؟ حنا عندنا هنا على مستوى المستغرب عندنا 7 نواب في المجلس الشعبي الوطني.